قد أدينت في أواخر عام 2020 بتهمة تزويد الطائرات السورية بالمحروقات. وهي الشركة التي يفترض أن تكون قد وفرت الوقود للرحلة. أرسلت من قبل شركة سافارو، وهي الشركة التي تملك شحنة الأمونيوم نيتريت، ولم ترسل من قبل صاحب الباخرة وهو كارولومبوس مانولي. وهذه مسألة غير اعتيادية، لأنه من يقوم عادة بدفع ثمن الوقود هو صاحب الباخرة وليس صاحب البضاعة. I'm gonna go.